هل يجوز اني اروح المسبح او اخوي يروح المسبح في اوقات رمضان؟ وهل هو حرام او هل هذا يعني يجرح الصيام؟ مسبح قصدك يعني بركة سباحة؟ مسبح يعني مسبح او بحر. طيب لكن هذا المسبح يعني مجموعة نساء فيه طبعا، ما هو مختلط. لا لا، انا ما اتكلم عن نفسي، انا اتكلم عن اخوي. مثلا اخوي حاب انه يروح المسبح، وانا قلت له انه ممكن هذا يعني تجرح الصيام، فقال ما في شيء اسمه يجرح الصيام. أما يا نورة، إذا كان المسبح مختلطا ما بين رجال ونساء يسبحون في مكان واحد، فهذا محرم ولا يجوز، وهو من أعظم المحرمات. هذا أعظم من الاختلاط اللي يحصل في الشركات والبنوك وغيره، لأنه يرى المرأة وهي يعني في قد كشفت من جسدها شيئا كثيرا. هذا لا يجوز، لا في رمضان ولا في غير رمضان، لا وهو صائم ولا وهو مفطر. أما إذا كان السباحة مع رجال أو يسبح في البحر مثلا دون اختلاط، فهذا لا بأس به سواء كان صائما أو غير صائم، بشرط أن يحرص أن لا يدخل شيء إلى من الماء إلى جوفه، إلى يعني أن لا يبلع شيئا من الماء.